بعده ريح باردة تقبض أرواح المؤمنين ما يبقاش على وجه الأرض مؤمن. ده لسه في علامات يا شيخ كبيرة. أيوة يا سلام، ما هو من رحمة الله جل وعلا بأمة الحبيب المصطفى ألا تشهد الأمة، أي لا يشهد الموحدون والمؤمنون من أمة الحبيب المصطفى هذه العلامات المفزعة المرعبة، هذه العلامات من آيات العذاب، بل لا يشهدها إلا من كفر برب الأرض والسماوات جل وعلا. لم يبقى في الأرض أحد يعبد الله عز وجل. شو يصير في الأرض؟ يتهارجون تهارج الحمر، خلاص ما في عدالة، ما في صدق، ما في أمانة، ما في الناس يأكل بعضهم بعضا، فجار وكفار، شياطين الإنس وشياطين الجن تجمعت. لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة. ثلاث خسوف، خسف بالمشرق بالمغرب. وخسهم بجزيرة العرب. ثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. والخسف معروف، خسف بالأرض، يخسف الله الأرض بأهلها في المشرق وفي المغرب وفي قلب الجزيرة. واحنا اتفقنا الآن على أنه لا يوجد في هذه المرحلة على وجه الأرض مؤمن موحد بالله جل وعلا، بل شرار الخلق حتى لا يذكر أحدهم في الأرض كلها لفظ الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله. دول بقى اللي يشهدوا الخسوف الثلاثة، هؤلاء هم الذين يشهدون الخسوف الثلاثة والنار، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب،
خسهم بجزيرة العرب. طيب ايه النار؟ فقال بأبي وأمي وروحي لن تقوم يعني الساعة حتى ترون قبلها 10 آيات يعني 10 علامات. فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. النار؟ قال عليه الصلاة والسلام وآخر ذلك نار، نار تخرج من اليمن، سبحان الله، موطنها أو مبدأ خروجها من اليمن، من قعر عدن، وعدن معروفة واليمن معروفة، تطرد الناس إلى محشرهم، إلى أرض المحشر. تحشر الناس وين؟ الناس تركب تهرب على الإبل الأربعة على بعير واحد، كل واحد يتناوبون عليها، واحد يركب واحد ينزل، واحد يركب واحد ينزل، يهرب الناس من هذه النار، يهرب الناس من هذه النار حتى يركبوا ويصلوا إلى أين؟ إلى الشام. تتجمع الناس كلهم شرار الخلق، يتجمعون وين؟ في أرض في الشام، على أرض واحدة. فإذا بقي الناس على تلك الأرض أذن الرب عز وجل لنافخ الصور أن ينفخ. وتبدأ هذه المرحلة بنفخة مزلزلة تفك أواصر الكون